قلت لكم في بجت مفتوح من الشيف عمار بحيث تشتروا وسيلة المواصلات الأساسية لكم. إيش ممكن تكون الاختيارات؟ نبدأ بخيرية. أنا عن نفسي يعني أبغى بورشة مكان لونها أحمر داخلية أسود عادي لوكات 4 سلندر، ما أبغاها عادي، ما أبغاها S يعني بدون مخالفات عشان والكاميرا وكذا. أيوة لأن أنا مرة رجولي يعني على السيارات. أيوة على السيارات أيوة تقول أجيب لخيرية بورش 1 سلندر حفاظا على سلامتها وسلامة الأمة العربية كلها. عمي تلاقي تأكل. الله يكرمك الله يكرمك. ما عليك موضوعك بسيط، أنا أعرف اختياراتك يعني. صراحة بسكولات تخيل دباب، صراحة دباب هارلي. دباب هارلي يس. طيب ممتاز، يليق عليك صراحة، شخصيتك كده فيها كاركتر حلو حقيقة. عمار إنسان رائع. ورنا أنا لازم طيارة، أنا ضروري يكون طيارة ولازم أخذ كورس لو سمحت عشان أتعلم كيف أطير. خلوا طموحكم عالي، ليش سيارة سيارة سيارة؟ طيارة أحسن عشان تروح مسافات أبعد. وانت طيب ايش تجيب لنفسك؟ انا عن نفسي ما ارضى باقل من بنتلي تكون سودا من جوا بيج، اهم شيء كشف يعني، اهم شيء اني بطالع في الكاميرا يعني اتصرفوا اتصرفوا. مره احلام سعيده عمار. ممكن نربح منها دخل اضافي متوسط 3000 شهريا، عندكم فكره؟ من المهن النادرة التي لا تتطلب مقابلة وظيفية. واو. بحسب أحد الأبحاث 31% من السعوديات قالوا إنهم مهتمين بإنهم يشتغلوا فيها. دخلها في اليوم ممكن يتعدى متوسط الدخل في السعودية، يعني شغل بسيط بدون انترفيو حتاخذ مبلغ حيخليك في رينج جميل. فلوس فلوس حلو.